الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن فرضية خطبة الجمعة وأنها شرط من شروط صحة صلاة الجمعة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك باستمرار وعدم تخلفه عنه مرة واحدة، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والذكر في هذه الآية هو الخطبة والصلاة، وأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وصلاة الركعتين صارت أربعا بدلا من الظهر، صارت كالأربع بدلا من الظهر. ويدل على تسمية الخطبة ذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الخطبة، وقال الله: فاسعوا إلى ذكر الله. وفي هذا دليل على أن الذكر الذي أمرنا بالسعي له يشمل خطبة الجمعة. فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك؟ فالجواب: ما كان من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير فهذا في حكم ذكر الله ومعناه. وإيثار ذكر الله هنا دون أن يقول إلى الصلاة، يعني فاسعوا إلى ذكر الله، لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة. وفي هذا دليل على وجوب الخطبة في صلاة الجمعة وشرطية ذلك في الجملة. وقد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره أن من فوائد الآية أن الخطبتين يوم الجمعة فريضتان يجب حضورهما. تكلمنا عن شروط صحة خطبة الجمعة، وهي أن تكون بعد دخول وقت الجمعة، وذكرنا تقديم الخطبتين على الصلاة، وذكرنا القيام في الخطبة مع القدرة، وأيضا الجهر بالخطبة، فلو خطب سرا لم تصح خطبته، فلا بد أن يسمعه على الأقل من لا تصح الجمعة إلا بهم من حيث العدد. وأما الجهر أكثر من هذا فهو سنة مؤكدة، والموالاة بين أجزاء الخطبة أيضا من شروطها، فإن فصل بعضها عن بعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو غير ذلك مما يقطع الموالاة استأنفها. والمرجع في طول الفصل وقصره يعود إلى العرف. وأما حديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة غير الجمعة، يعني كما كان يجمعهم فيخطو بهم، يحدث طارئ فينادي بلال الناس فيجتمعون فيخطو بهم، فهذا احتمال، لأن عندنا قضية إيش الآن؟ الفصل، لأن قلنا أن إن الفصل الطويل لا بد معه من ابتداء الخطبة أو إعادتها من أولها. طيب، وحديث رفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة وقعد على الكرسي يعلمه، قال النووي احتمالا أن هذه الخطبة ليست خطبة الجمعة، وإنما خطبة أمر من الأمور التي كانت تجد وتحدث فيجمع الناس ويخطب بهم. قال: ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، بدأها من أول، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، وهذا الموضوع الذي قطع به الخطبة
هو من ذكر الله في الجملة، وليس غريبا أو أجنبيا عن قصد الخطبة من جهة التعليم، لكن هذا كان لشخص والخطبة للجميع. طيب، كذلك قلنا أن تكون باللغة العربية، إلا إذا كان السامعون جميعا لا يعرفون العربية فإنه يخطب بلغتهم، وهذا قول الشافعية، وذكرنا تفصيلها في المسألة في الدرس السابق، وقد بين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، فقال: منع من ذلك، يعني أن تكون الخطبة بالأعجمية، بعض أهل العلم سدا للذريعة ومحافظة على اللغة العربية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم مفسر لما هو واجب، وهو الأمر بإقامة الجمعة والسعي إليها والاستماع إلى ذكر الله الذي ورد في القرآن، وما فسر الواجب فهو واجب. وعلى هذا سار الأسلاف حتى إنهم كانوا يلقونها بالعربية في بلاد الأعاجم وغيرها، وحثا للناس على تعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ذلك، يعني جواز أن تلقى الخطبة بغير اللغة العربية، وذلك إذا كان المخاطبون، يقول الشيخ بن باز، أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية. طيب، الإجازة من أي باب؟ قال: نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة، وهو إبلاغ الناس حتى يفهموا ما شرعه الله لهم وما نهاهم عنه. فإذا نظرت إلى مقصود الخطبة وهو تفهيم الناس، لا يتم إلا بلغتهم. وبناء على أن القصد هو مراعاة المعاني والمقاصد، الذي هو أولى من مراعاة الألفاظ والرسوم، لأن المنع من ذلك والناس لا يفهمون، لو قلنا ممنوع إدخال لغة أخرى غير العربية في الخطبة، لأن المنع من ذلك والناس لا يفهمون يذهب المقصود الذي شرعت من أجله الخطبة، وهو التذكير والبلاغ. فإذا خطب بالعربية والقوم جميعا لا يعرفون العربية، فماذا تقع خطبته من نفوسهم؟ قال: ولعل الأظهر والأقرب والله أعلم أن يفصل في المسألة فيقال: إن كان معظم من في المسجد من الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية، فلا بأس من إلقائها بغير العربية أو إلقائها بالعربية ثم ترجمتها. والشيخ عنده في الأمر سعة، يجوز أن يلقي الأولى بالعربية والخطبة الثانية بالأعجمية، أن يلقي العكس، أن يلقيها كلها بالعربية ثم يترجم بعد الصلاة، أن يلقي فقرة بالعربية ثم يترجمها، ثم فقرة بالعربية ثم يترجمها. الأمر في هذا واسع عنده رحمه الله. يقول: وأما إن كان الغالب على الحضور هم ممن يفهمون اللغة العربية ويدركون معانيها في الجملة، فالأولى والأظهر الإبقاء على اللغة العربية وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد كان السلف يخطبون في مساجد يوجد بها أعاجم، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يترجمون ذلك، لأن العزة كانت للإسلام والكثرة والسيادة للغة العربية. يعني يحس الجالس أنه لابد يتعلم، لابد أن يتعلم حتى يفهم، فالسيادة للعربية، ويشعر الجالس بالحاجة للعربية، ولذلك كان الوضع يفرض خلاص اللغة هذه كانت قضية سيادة وأمر مفروغ منه، فيخطب بالعربي، يعني كلهم لابد أن يفهموا، يتعلم، يدبر نفسه. أما لما صارت المسألة فيها تراخي أو السيادة للغة العجمية في تلك البلد، فتصبح العربية شيء ثاني، تصبح أمرا ثانيا، درجة ثانية مع الأسف. وأما ما يدل على الجواز، يعني جواز أن تلقى الخطبة باللغة العجمية أو لغة القوم عند الحاجة، فإن لذلك أصلا في الشريعة، وهو قوله تعالى:
وما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكذلك قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: إن كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير العرب قال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده، وقال آخرون لا يشترط أن تكون بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب بهم، وهذا هو الصحيح. يقول الشيخ لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعلمون ماذا قال الخطيب، والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية، والقرآن لا تجوز ترجمته ولا يمكن ترجمته. صح؟ صح؟ كيف اللي يصير الآن؟ هذه ترجمة معاني القرآن، هذا المترجم الآن المطبوع هذا تفسير باللغة الإنجليزية، تفسير باللغة الفرنسية، تفسير شرح المعاني باللغة النيبالية، أما القرآن فلا يمكن أصلاً أن يترجم، ولا يوجد أي لغة تساوي العربية حتى نقول هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة، فلا يمكن أن يترجم، وقد قاله الله بالعربية، فلا يمكن ترجمة القرآن بغير العربية، وإنما تترجم المعاني، تترجم المعاني. ولذلك فإن حكم الترجمة حكم التفسير، يجوز أن تمس الحائط الترجمة، أما القرآن العربي لا يجوز مسه للحاض. طيب مثلا يعني حتى المحدث والجنب، لكن الشاهد أن العربية لا بد منها في آيات القرآن عند تلاوتها في الخطبة، هذا كلام الشيخ، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. وفي هذه القضية يعني قضية الخطبة بالأعجمية غير العربية، لأن المسألة هذه مسألة عالمية يحتاج إليها والأقليات والمسلمون الخارج، فكان مما عرض على مجمع الفقه الإسلامي وجاء في قرارهم الرأي الأعدل أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها، ولكن الأحسن أن ولكن في فتوى مجمع الفقهي في قرار مجلس المجمع الفقهي ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن. إذن هناك مصلحة أن يؤتى ببعض الأشياء في الخطبة باللغة العربية، على الأقل الأعاجم يعني يتعودوا يألفوا يحسون بأهمية الموضوع بالحاجة، يتحسر أنه لا يعرف اللغة العربية وأن هنالك كلاما لم يفقهه فيوجد ذلك عنده باعثا لتعلم العربية، بل إن قراءتها يعني ذكر أشياء بالعربية في الخطبة ربما يكون طريقا للتعليم، لأنهم يبدأ يميزه، يبدأ يميز وهذه كذا وهذه، فيبدأ يميز الحمد لله مثل الحمد بكذا وكذا. طيب هذا يعني بارك الله فيك غير الموسيقى حتى في غير المسجد،